أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رائد أعمال. معنا اليوم مدام كريمان من قدرابيليتي. أهلا مدام. أهلا وسهلا فيكم. بداية نشكر تواجدك معنا اليوم، نتمنى تعرفينا المزيد عنك وعن بداياتك مع السنتر. إحنا بدينا بمركز قدرابيليتي، زي ما أنت ملاحظ الاسم قدرة بالعربي وأبيليتي بالإنجليزي، لما دمجناهم معنا مع بعض كان الاسم قدرابيليتي. بدينا احنا قبل سنتين تقريبا بالمركز، لكن صرنا اكثر من 4 سنين. عملنا صفحه، اسسنا صفحه على الانستغرام، انا وواحده من شركاتي الدكتوره ديما عناني، بلشنا بصفحه على الانستغرام بوقت الكوفيد لما كان في كورونا. السبب في تاسيس الصفحه انه كان كثير ناس قاعدين في البيوت هذاك الوقت، بالذات امهات، ما كان عارفين كيف يتعاملوا مع الاطفال اللي عندهم صعوبات سواء اكاديميه سلوكيه او اجتماعيه. فبهالحاله بحكم خبرتنا، انا عندي خبره اكثر من 20 سنه بهالمجال، دكتور ديما كمان عندها نفس الشيء خبره طويله، بحكم خبرتنا قررنا ناسس صفحتنا على الانستغرام. من خلال هاي الصفحه بدينا نجاوب على اسئله الامهات بشكل مجاني، ونقدم استشارات مجانية حتى نساعدهم كيف يتعاملوا مع المشاكل السلوكية اللي بتواجههم خلال فترة الكورونا. قدمنا استشارات مجانية، قدمنا دورات عمل مجانية. بعدين لما قررنا انه نفتح المركز، انضمت لنا شريكتنا الأخصائية في تعديل السلوك ومجال السلوك ندى عبد القادر، فقررنا انه احنا الثلاثة نأسس المركز هذا، والهدف من تأسيس المركز حتى نقدم خدمات أوسع وبشكل أكبر. ما شاء الله. طيب مدام كريمان، لو تحكينا المزيد عن الخدمات اللي بتقدموها داخل السنتر. الخدمات اللي بنقدمها خدمات لمساعدة كافة الأطفال في حياتهم اليومية، ولمواجهة الصعوبات والتحديات اللي بتواجههم في حياتهم، يعني مثلا سواء كانت مشاكل أو صعوبات أكاديمية أو مشاكل أو صعوبات اجتماعية أو سلوكية. بنقدم خدمات الـ ABA اللي هي تعديل السلوك، بنقدم خدمات صعوبات التعلم مثل الديسلكسيا، الديسغرافيا، الديسكالكوليا، بنقدم خدمات كمان تشتت الانتباه في المدارس، وبالإضافة لهيك بنقدم خدمات الـSA. في معانا أخصائية مسؤولة عن الالسيز اللي هم الليرنينج سبورت اسيستنت في المدارس، اللي هم كانوا يسموهم زمان شادو تيتشر، حتى نواصل، لانه هدفنا مش بس نوصل الولد للمدرسه، هدفنا نتاكد انه الولد في نجاح مستمر داخل المدرسه عن طريق متابعه اخصائيه بهالمجال هذا. مدام كريمان، ممكن تحكي لنا كيف تميز السنتر تبعكم بتقديم هذه الخدمات ضمن المنافسه الشديده الموجوده حاليا في الامارات وفي دبي؟ هلا في منافسة صحيح، لكن كل واحد بيقدم خدمات بشكل مختلف عن الآخر. يمكن أكثر إشي بحب أقوله إنه اللي بيميزنا عن بقية المراكز إنه إحنا اللي مندير المركز بنشتغل في المركز، وإحنا أمهات وزوجات، فبنتعامل مع كل الأطفال كأنهم أطفالنا. والأمهات الحمد لله بشكل عام لما بيجوا لعنا بنسمعها دائما إنه بيحسوا حالهم جايين على جو عيلة أكثر من إنه جايين على مركز. الأطفال بيكون عنا مبسوطين من قبل ما يجوا، وبيروحوا هم مبسوطين لأنه بنحسسهم إنهم جايين على بيتهم مش جايين على مركز. جميل جدا. ومتواصلين معنا من قدرابيليتي دكتورة ديما عناني وندى عبد القادر. أهلا وسهلا. أعرفكم بنفسي، دكتورة ديما عناني، ماسكة قسم صعوبات التعلم وأطفال تشتت الانتباه وفرط الحركة والدعم المدرسي. بقدم خدمات 1-to-1 لأطفال صعوبات التعلم في المركز وفي المدارس أو بالحضانات. بدأنا من زي ما ذكرت كريمان، بدأنا في صفحتنا على الإنستغرام خلال فترة الكورونا. تيجينا استشارات واستفسارات، وبلشنا نساعد هيك بهذه الطريقة لحد ما لقينا انه في حاجة لمساعدة اقوى من هيك، اللي هي فيها دعم 1-to-1. من وراها اجتنا فكرة نفتح المركز، وبدأنا من سنتين، وان شاء الله احنا يعني بأن فريق عمل كامل تيم ورك، بنساعد الاهالي وبنساعد الاطفال. ندى. My name is Nada Abdul Qadir. I'm the QBA, Qualified Behavior Analyst at Qudrabiliti Early Learning Center. And I would like to advise all the moms that have any
areas of concern and noticed any areas of deficit, whether it's communication, social, or any milestone area, please seek help at the earliest time possible, and we're always here to help. Thank you. مدام كاريمان، بدنا نعرف شو الرؤية المستقبلية، شو خططك لقدرابيليتي للسنوات القادمة؟ بتمنى انه ان شاء الله هلأ بالظروف الحالية، طبعا الحمد لله دولة الامارات وحكم الامارات بيقدموا الدعم المستمر لأي استثمار لأي بزنس عم بيصير في البلد. ان شاء الله هدفنا انه نتوسع اكثر، نعرف اكثر، نساعد عدد اكبر من الاطفال، لانه للاسف الحالات اللي عم نواجهها في ازدياد مستمر، لكن التعامل معها مهم جدا حتى نعرف كيف نوصل الطفل لطريق النجاح. فان شاء الله نتمنى يكون في اويرنس اكثر، نقدر نتوسع اكثر بهالمجال هذا ان شاء الله. نتمنى لكم الافضل. شكرا مدام كاريمان، من خلال خبرتك في مجال البزنس، شو نصيحتك لاي حد عنده اهتمام يقدم عمل او يقدم استثمار او بزنس داخل دولة الامارات؟ دولة الامارات زي ما خبرتك بتقدم تسهيلات كتير عالية وكبيرة مختلف الانواع. يعني انا عايشة في دولة الامارات صار لي اكثر من 17 سنة، ولاحظت انه التسهيلات كل سنة بتكون اكثر من السنة اللي قبلها. يعني وصلنا لمرحلة هلا انه اي معاملة بدنا نعملها ما في داعي تضيع وقتك بالمواصلات والاوراق، بتقدر تعملها اونلاين ما بتاخذ منك نص ساعه، وبنفس الوقت في دعم مستمر لهالمجالات هاي. فنصيحتي انه اللي عنده فكره وحابب انه يطبقها، في مجال هون والدوله بتساعد وبتشجع على تطبيق الاستثمار. اخيرا مدام كريمان، بدنا نعرف ليش اخترتي دوله الامارات لتكون بدايتك بالسنتر، وكيف ساهمت دوله الامارات لتساعدك توصل للي وصلتي له اليوم؟ انا زي ما خبرتك انا بدوله الامارات من اكثر من 17 سنه. بداياتي كانت اول شيء اشتغلت موظفه، بعدين قررت اني افتح المجال هذا لما حسيت انه في مجال للدعم من الحكومه، والحمد لله بدينا المجال. وكمان الاهم من هذا كله انه في معي شركاتي الثنتين، سواء دكتور ديما عناني او ندى عبد القادر، عندهم خبره طويله بهالمجال هذا، فاحنا الثلاثه بخبرتنا مع بعض قدرنا نفتح المجال المركز مع بعض. نهاية بدنا نشكرك، وبدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع السنتر. في صفحتنا على الانستغرام اللي بدينا فيها نفس الاسم قدرابيليتي، بقدر يتواصلوا معنا، فيها الايميل ادريس وفيها رقم التليفون. واهلا وسهلا، احنا دائما جاهزين انه نجيب على كل الاسئله عن طريق الصفحه، وبقدروا يتفضلوا لعنا على المركز، مقرنا موجود في الموتور سيتي بجانب جمعيه الاتحاد. شكرا جزيلا مدام كاريمان وجميع طاقم العمل في قدرابيليتي. اهلا وسهلا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.